يمر خبر حصار قوات معاوية بن أبي سفيان للقسطنطينية في المصادر العباسية مرور الكرام، فهو لا يستحق من جانب المؤرخ خليفة بن خياط العصفوري أكثر من سطر واحد، وبينما يتجاهله الواقدي واليعقوبي يذكره الطبري بسطرين لا أكثر. في مقالته الثامنة من سلسلة معاوية بن أبي سفيان وجهة نظر أخرى، يتحدث الكاتب السوري تيسير خلف عن حصار القسطنطينية فيقول: إن هذا الحدث الكبير والمفصلي يأتي في باقي المصادر التاريخية والأدبية العباسية كتفصيل صغير في ترجمة الصحابي أبي أيوب الأنصاري الذي توفي في القسطنطينية أثناء الحصار ودفن بالقرب من إحدى بواباتها. ويعد كتاب تاريخ أبي زرعة الدمشقي على اختصاره المصدر العربي الوحيد الذي تناول هذا الحدث بشيء من التفصيل. أما في كتاب المؤرخ البيزنطي ثيوفانس فتوجد تفاصيل مهمة في أحداث عام 674 التي تتوافق مع عامي 54 و55 الهجريين، إذ يكتب أن الأسطول العربي الذي غادر قواعده قد رسى في شهر أبريل على شاطئ إتراقيا، ويقول إنهم اشتبكوا مع البيزنطيين حتى سبتمبر بقتال يومي. ويقول ثيوفانس: إن العرب اتخذوا جزيرة سيزيكوس مقرا لهم وأقاموا فيها معسكرا دائما لقضاء الشتاء طوال مدة الحصار. وتعد مخطوطة الحوليات المارونية التي كتبت بالسريانية المصدر الأعلى قيمة في أخبار هذه المرحلة، كونها كتبت أثناء وقوع الأحداث وزودتنا بتفاصيل مهمة عن الحصار والاشتباكات. ولا تزال مسألة حصار القسطنطينية موضع تنازع بين الطوائف الإسلامية المتقاتلة على التاريخ وشخصياته، ففي حين يرى بعض دعاة السنة أن هذا الحصار هو تحقيق لبشارة الرسول الكريم بفتح القسطنطينية في محاولة لرفع شأن معاوية من الناحية الدينية، نجد أن دعاة من السنة وجميع دعاة الشيعة يقللون من شأن هذا الحصار ويعتبرونه حدثا استعراضيا كان يهدف إلى تسويق صورة يزيد بوصفه وريث والده في الحكم.